حضورنا اليوم مشاركتنا بقمة تتواجد في دولتنا قمة الأطراف هو فخر واعتزاز لنا بطبيعة الحال، بأن المغرب يستقبل ويستقطب هذا النوع من المتظاهرات الدولية. أيضا هذه مناسبة وفرصة لنا كمجلس جهوي لاستحضار المشاريع التنموية اللي عطى الانطلاق لها جلالة الملك نصره الله، بما من بينها برامج اللي جاو في العقدة، برنامج اللي كان عندها بالأساس كتحافظ على البيئة وكتشجع على التنمية المستدامة، اللي من بينها تحلية الماء وستاسيون ديسالمون، وكذلك أيضا تعزيز السياحة البيئية. هذا ايضا كيطلب مجهودات من احنا كمجلس جهوي لتوعيه الناس باكبر قدر ممكن من اجل الحفاظ على البيئه. جيت اليوم من مدينه مكناس اللي كنمثل بها المدينه ديالي، خلاص جينا في التظاهره ديال لاكوف 22 اللي جبنا معنا دي ستاتيو اللي كي عندهم علاقه بالمناخ، اللي في اطار ديال تدوير او لا اعاده تدوير، اللي جبنا فيها دي بياس مخدومين من بياس روسيكلي اباز الميتال. بالنسبه لينا ما جبناش غير الميتال بوحده، يعني دمجنا مجموعه من العناصر، من ضمنها الخشب، الحديد، التراب، يعني ما خلناش كعنصر واحد اللي قدرنا نخدموا به. اللي في نفس الوقت جينا باش نحطوا واحد البروجي في هاد لاكوب. الجهه ديال سوس ماسا هي جهه معروفه على الصعيد الوطني، هي جهه يعني عندها مؤهلات فلاحيه، ثلاث مؤهلات فلاحيه سياحيه وفي الصيد البحري كذلك، بحري في الصيد البحري. وهاد الجهه هي كتهتم بزاف بهاد التغيرات المناخيه اللي عندها اثار جد سلبيه على الماء، على المجالات متعددة منها وخصوصا الماء. والجهة هي بادرت من 2005 تقريبا لإنجاز المخطط الجهوي لتدبير الموارد المائية اللي هي الكونترا دناب، اتفاقية الإطار حول لتدبير الموارد المائية بجهة سوس ماسا. وحنايا هناك عدة مبادرات على صعيد الجهة من أجل التصدي لهذه التغيرات المناخية.